السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم، وكنتمنى انه يلقاكم باحسن الاحوال. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشارك معكم واحد الوصفه رائعه يا البنات في تبييض الاسنان، كتعطيك واحد النتيجه زوينه من الاستعمال الاول. هذه الوصفه اللي غنشارك معكم للناس اللي عندهم الاصفرار في الاسنان قابط بزاف، يعني ما كيتحيدش ليهم بالمعجون ديال الاسنان، وما كيتحيدش ليهم حتى بالوصفات اللي كيستعملوها، وما كتعطيهم حتى شي نتيجه. الوصفه غادي نشاركها معكم مجربه، وكتعطي واحد النتيجه زوينه، ولا يعني درتوها واحد ثلاثه المرات اربعه المرات في الاسبوع، كل مره انت كتستعمليها وانت كتلاحظي واحد التغيير كبير في السنينات ديالك. الا كان عندك ديك الاسفيرال يعني قابط بزاف مره على مره وانت كتستعمليها، والصفورية يعني كتحيد، وحتى داك الصدى اللي كيكون في السنان حتى هو كيتحيد، يعني مرة على مرة وانتي كتستعمليها، وغتلاحظوا ان شاء الله الفرق من اللي غادي تستعملوا الوصفة. بالنسبة للمكونات اللي غنحتاجوا ان شاء الله في هذه الوصفة، ساهلين و يعني متوفرين بزاف، اي وحدة غادي يكون متوفرين عندها هذه المكونات. المهم ما تنسونيش الزبينات ديالي من اللايكات ديالكم الفيديو، اي وحده شافت الفيديو تدعمني باللايك هكا باش تشجعوني على ان الفيديو يبان عند عدد اكثر من الناس، وايضا باش نواصل ان شاء الله للامام. المهم بالنسبه للمكون الاول اللي عندي هنايا هو الحليب ديال النيدو. البنات الحليب ديال النيدو زوين في هذه الوصفه، وغتلاحظوا ان شاء الله التغيير كيف ما قلت لكم، تبيض البشره وغني بزاف ديال الفوائد. وغادي تشوفوا معايا الوصفه يعني كيفاش غادي نحضرها. غادي نحتاجوا فيها الحليب ديال النيدو كيف ما قلت لكم، او الحليب البودره، غادي نستعملوا منه واحد الملعقه صغيره، ها انتم كي كتشوفوا معايا عامره، وكيبقى على حسب عاوتاني الكميه اللي بغيتي ديري. المهم هاد الكميه اللي غندير انا راه كتكفي، شخص واحد راه كتكفي. حليب نيدو غادي نزيدو عليه عصير ليمونه او حامضه كيف ما كتشوفوا معايا، هاد الشكل. بالنسبه الليمون او الحامض راه زوين البنات، راه كيبيض السنينات. وبالنسبه للناس اللي يعني عندهم السنان ديالهم شاده فيهم، يعني شاده فيهم ديك الصفوريه بزاف، ما كتحيدش ليهم كيف ما قلت لكم بالمعجون ديال الاسنان، يعني في بلاصه ما غادي تضطري انك تمشي عند الطبيب ديال الاسنان باش يغسل لك الاسنان ديالك بواحد الثمن اللي واحد التكلفه اللي غاليه، غادي تستعملي انت هذه الوصفه في المنزل ديالك، وما غتقامش عليك، يعني ما غاديش تقام لك حتى ب10 دراهم، حتى ب5 دراهم ما غاديش تقام لك بالثمن هذا، لكن كتعطي نتيجه زوينه. بالنسبه للناس اللي عندهم غير الصفوريه يعني خفيفه، راه كتحيد من اول استعمال. صافي البنات، ها انتم كي كتشوفوا معايا كدير واحد الكيس، ودابا غادي نحتاجوا البنات البيكربونات الصوديوم. بيكربونات الصوديوم هنا الدور ديالها هو انها تتحيد لينا داك الصدى اللي كيكون في الاسنان، وحتى ديك الصفوريه اللي كتكون قابطه يعني ما كتبغيش تحيد، واللي كتكون يعني على نهار على نهار، وهي كتكون الا كنا ما كنحكوش السنان ديالنا، يعني فرطنا واحد المده نسينا السنان ديالنا ما بقيناش نحكوهم، كتكون لينا ديك الصفوريه، ومن بعد تيولي كالكير يعني في الاسنان، كيولي واحد الصدى اللي كيصعب علينا اننا نحيدوه بالوصفات، وكنضطروا اننا نلتجئوا لطبيب الاسنان. هاد البيكربونات خذوها من الصيدليه، لان من الصيدليه كتكون مزيانه، كتكون بجوده مزيانه، ماشي بحال الاخرى اللي كتباع في المحلات، كاين اللي كيبيعوا شي بيكربونات كتكون ماشي زوينه خايبه. المهم غتاخدوها من الصيدليه، راه كتباع، ولكن الثمن ديالها ما غاليش، التكلفه ديالها يعني ماشي غاليه. المهم البيكربونات غادي نحتاجو منها واحد الكميه كيف ما غادي تشوفوا معايا، هاد الشكل هذا، يعني واحد الكميه قليله راه ماشي بزاف، هانتوما البنات، يعني نصف ملعقه صغيره ما كاملش، هاد الشكل هذا. وغادي نخلطوا المكونات مزيان بهذا الشكل هذا، هانتوما يبان لكم الخليط ضاعف الحجم ديالو،
خلطوا مزيان حتى تذوب لكم ديك البيكربونات مع الخليط. والوصفه ما تخافوش منها، هي الا كانوا يعني السنان ديالكم كيف ما قلت لكم فات فيهم الفوت، قابط فيهم الكالكير بزاف، وداك الصدأ الصفوريه ديك اللي خايبه ما كتبغيش تحيد، هاد الوصفه غتجربوها ان شاء الله وغادي تترحموني عليها وتشوفوا النتيجه اللي غتحصلوا عليها. واخا تيقولوا راه البيكربونات والحامض راه تيحيدوا الطبقه الغشاء يعني ديال الاسنان، ولكن الناس اللي عندهم السنان ديالهم كيف ما قلت لكم قابط فيهم الكالكير ويعني حالتهم عوض اللي غتمشي عند طبيب ديال الاسنان باش تبيضي الاسنان ديالك، وحتى داك التبييض راه ماشي امن للاسنان ديالنا، غتستعملي هذه الوصفه واللي غتعطيك نتيجه يعني في التبييض غير هي، الا استعملتيها غادي ديريها واحد 3 المرات حتى 4 المرات في السيمانه، ولكن من بعد خاصك ضروري تبقاي مواظبه على ان تحكي سنانك يعني مور كل وجبه هكا باش ما يعاودوش عاوتاني عاوتاني يعاود يلصق في داكشي، لان السنان ملي كتحكيهم وكديري لهم واحد التنظيف اللي كنقولوا حنا قوي باش يحيد لك الصفوريه والكركر وداكشي، خاصك ضروري تحكي سنانك حتى الطبيب ديال الاسنان تيقول هادشي. ملي كديري واحد التنظيف الاسنان ديالك على الطبيب ديال السنان ضروري تحكي سنانك يعني مور كل وجبه، انا ما حكيتيهمش دغيا تيولي يقبط لك فيهم اي حاجه كتشد لك فيهم، اي صفوريه ديال القهوه ديال اتاي دغيا دغيا كيصفروا ليك. المهم هانتوما البنات الوصفه ديالنا كتولي صفراء هانتوما بهذا الشكل هذا، يعني ما كيبانش يعني مع الكاميرا، المهم هانتوما كيولي الخليط بهذا الشكل هذا صافي. دابا غتاخدي الشيته ديال الاسنان ديالك اللي كتحكي بها السنان او اللي كتستعمليها الوصفات، وكتوضعيها في هذا الخليط هذا وكتفركي بها الاسنان ديالك يعني من الداخل، والاسنان ديالك يعني تفركيهم مزيان، تركزي على البلايص اللي عندك فيهم الكالكير وعندك فيهم الصفوريه، وغتحكي مزيان الاسنان ديالك لمده ديال 3 دقائق وصافي. هادشي اللي كاين المده ديال 3 المرات حتى 4 المرات في الاسبوع. وغادي نشارك معاكم واحد الزيت زوين بزاف للناس اللي عندهم امراض في اللثه ديالهم، عندهم نزيف في اللثه او عندهم يعني رائحه كريهه في الفم ديالهم واللي ما كتبغيش تحيد ليهم ولو انهم تيحكوا سنانهم باستمرار وهذا الشيء. المهم غنشارك معاكم واحد الزيت رائع وعن تجربه الناس اللي عندهم كيف ما كنقولوا لثه مريضه، اللثه يعني منفوخه وعندهم داك النزيف ديال تتنزف ليهم اللثه ديالهم بالدم، هاد الزيت غادي يوافقكم بزاف ومتوفر وموجود بزاف، الزيت ديال القرنفل، ويستحسن تاخذوه من الصيدليه او شي نوعيه تكون مزيانه. المهم هذا ماشي من الصيدليه ولكن زوين، هانتوما كي كتشوفوا معايا مصورين فيه السنينات ديال القرنفل، رائع رائع رائع. تيقضي لك على الامراض ديال اللثه. هذا كديروه البنات عود ديال يعني ديال الودنين، وكتستعملوا ما غادي نوريكم دابا، كتاخذوا عود هكا ديال الودينات وكديروه في هذا الزيت هذا، غنوريكم الطريقه اللي كديروه بحال هكذا، كديروا الزيت هنايا هانتوما كي كتشوفوا معايا، كديروا غير شويه ديال الزيت من هنا وهذا مجهد بحال الروح ديال القرنفل، وكدوزوها على اللثه ديالكم مزيان، كدوزوها على اللثه وكتخليوها الا قدرتوا تخليوها ليله كامله، يعني كتباتوا بها يعني ما كديروش بزاف غير الزيت غير على اللثه ديالكم، اولا ديروها واحد نص ساعه وصافي وتغسلوا الفم ديالكم، هي فيها واحد الريحه زوينه رائحه القرنفل، وما كتخليش البكتيريا والميكروبات تكون لينا في اللثه ديالنا، كتقتل الميكروبات وكتقتل الجراثيم وكل شيء، اي حاجه تكون لك يعني في اللثه ديالك، وكيف ما كتعرفوا ان الميكروبات هي اللي كتادي المرض ديال اللثه. فهاد الزيت زوين ممكن تاخذوه من الصيدليه كيف ما قلت لكم او البارافارماسي او تاخذوه حتى من المحلات، غير مهم تاخذوا شي نوعيه تكون مزيانه
هذا زوين. الطريقة ديال الاستعمال ديالو، بلل القطن من القطن وضعها على السن واللثة قطرتان في قليل من الماء صباحا ومساء. ممكن ديروه حتى في الماء وتشلوا به الأسنان ديالكم مع الصباح، يعني الفم ديالكم عفوا، ديروه مع الماء يعني جوج قطرات مع الماء، وديروا به واحد المضمضة للأسنان ديالكم قبل النوم، وأيضا في الصباح يعني إلا تفيقي تستعملي هاد المحلول مع قطرات من القرنفل وتشلي به الفم ديالك، زوين بزاف. انت في هادشي اللي كاين البنات، نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الوصفة وترجعوا عندي التعليقات قولوا لي ان شاء الله النتيجة اللي تحصلتوا عليها. شكرا لكم على المتابعة، نتلاقى ان شاء الله مع فيديو جديد عما قريب مع وصفات جديدة. في امان الله.